احسن. دلوقتي لما وجعت ايدك بقى صح؟ حتى يجي دراية فيها بتوسع شوية. Thank you.
مش فاضي يا جماعة والله. بس عارف اللعبة دي؟ مش حاضر. دي الدرجة بتاعت أرض صح؟ نبدأ باللون الفاتح الأول وشوية جدا. هي القط ولا لأ؟ أنا معاك البيضة. أه معاك المفتاح. نبدأ نقط اللون الأشقر الأول. نقط بس مقطش أوي. ده لون شوكولاتة. لا بين. بين أكتر من كده. هي بتبقى درجات. البنية درجات. من أول اللايت براون لحد البلاك براون. يعني بني مسود كل بشرب بيجي عليها برده. ما شاء الله اللايف بتاعك كل الناس داخله وكل الناس خارجه وكله بيعمل كل حاجه. هل يمكنك ان تكون هناك من
خلص؟ فيش ألم؟ ولا أستيكة تاني. يعني أنا من النوع بحس بأي وجع، بس هنا ما فيش ألم خالص حقيقي. الحمد لله. ميشيل توني بيقول لك البنج ايه؟ موضعي. موضعي كريم. جودو كريم او الترا كريم. بيبقى بنج موضعي مش ابر ولا حاجه، مش حقن خالص. بس ملوش حقن. انا قايله كده في الفيديو اللي مصدقه صح. حسب الزباد بس في اول حاجه مش اكتر. زي ما انتم شايفين الحاله اللي قدامنا دلوقتي مش بتشكي من اي الم ولا حاجه. وطبعا البنج بيبقى موضعي. زي ما انتم شايفين الرسمه عامله ازاي، هي شكلها طبيعي جدا. بتشتغلي معايا؟ خلاص بقى كده. جربنا الاول اللون الفاتح ما لقطش عشان لون بشرتها. بعد كده جربنا الدرجه الاغمق منها. مبسوطه يا مدام؟ مبسوطه معايا في اللايف. الحليب بدأ يبان اهو. اظن انت نفسك تشوفي ده. طبعا اول كوش من اللون اللي هو الاغمق شويه، شكله جميل جدا. طبعا شايفين الفرق ما بين الحاجب ده والحاجب ده. بس طبعا لسه مغمق اليوم، لسه كمان هنغمق. انت علي بنتي مسيبه لك ايه دي عشان انت يعني حاسه ان انت موجوعه. انا طبعا هنا الحاجب كان رفيع خالص ويعتبر ما فيش حواجب اصلا. هنا الرسمه واضحه وشكلها طبيعي جدا، ما فيهاش اي مشاكل خالص، ما بتوجعش. Thank you.
عشان ماما تعمل كيش تاتو في العين الثانية. انا دخلت. يا دخلت. تفضل يا ماما. شربت ماما على اللايف. شربت ماما خالص. زي ما انتم شايفين في الكوش الثاني هنا اللون بدأ يظهر اكتر. طبعا هنشوف الشكل النهائي بعد ما نعمل حاجه للتاني، نبقى نصوره وننزله على البيت ان شاء الله.